بينما يستمر القتال في السودان لليوم الخامس على التوالي بعد هدنة هشة، بدأت أعداد من الناس بالفرار من العاصمة الخرطوم متجهة إلى مناطق أكثر أمانا ليحموا أنفسهم من النيران والقتال المتصاعد بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي. في جامعة الخرطوم تم إجلاء عدد من الطلبة العالقين في مكتبة الجامعة، وذلك بعد أن ظلوا عالقين لأربعة أيام إثر اشتباكات كان يشهدها محيط الجامعة. نتابع صورا لإجلائهم. بس بالراحة كده الآن يتم إجلاء طلبة جامعة الخرطوم بعد حصار دام أربع يوم. واحد واحد يا شباب، واحد واحد واحد. وبينما يسارع البعض للهروب من العاصمة، آخرون يواصلون حياتهم بالرغم من الدمار والقتال حولهم، مثل مجموعة من الرجال يبدو أنهم ينتظرون الأذان للإفطار في مكان غير اعتيادي. نشاهد. هناك فيديو قيل إنه للسوق المركزي بالخرطوم، يظهر الناس وهم يقومون بالتبضع وسط استمرار الاشتباكات. المفروض ندور بلي لوحة بتاعت 10 دقائق حرايق وأشياء أخرى، دوشكات بتاع شكله في حديد مولع، في عربات مولعة، تأشيرات هديك. أيوة، خش على السوق المركزي، خش على السوق المركزي. موضوع مدور بلي 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 ما هيظهر بلي بلعة دي العفس دفس الحرايق فوق. هناك فيديو مشاهدين من إحدى المستشفيات مع تعليق يقول أخبار سعيدة في نص الحزن، ولد في ظروف صعبة، إن شاء الله يكبر في سودان أحسن. طبعا ربما توقعتم ماذا سيكون ذلك الفيديو. كنا على فكرة. ما شاء الله.